عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سعيده بلقياكم من جديد وكنتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم وفي اطار استعداد العيد الاضحى المبارك غادي نبداو نقدموا مع بعضياتنا سلسله من وصفات الحلويات. هذا فعلا العيد ديال الاضحيه، ولكن اي بيت مغربي لا يخلو من الحلويات في ايام العيد. غنقدموا اليوم عجينه سابلي اللي هي الاساس والباز عفوا لاي حلوى. بطبيعة الحال غادي نقدموا عجينة صابلي، كنتمنى انكم تتبعوا المقادير وطريقة التحضير لانها ناجحة 100%. بلا ما نطور عليكم، من اجل هاد العجينة هادية غادي نحتاجوا نص ربع ديال الزبدة، اي ما يعادل 125 غرام. انا هاد العلبة هادي عندي فيها 500 غرام كيف كتشوفوا معايا، دونك غناخد الربع ديالها 500 غرام. دونك كوم فو فوايي ها هي فيها 500 غرام، دونك غادي ناخذ ربع ديالها، نحسب النصف ثم الربع. 125 غرام ديال الزبده، ممكن انكم تستعملوا الزبده ديال العبار او الزبده ديال المارغرين، نتوما لكم كامل الاختيار، مي انا كنجربها بهذا النوع وكنعملها بهذا النوع وكتصدق مزيانه بزاف. غادي نحتاجوا بيضه واحده، قبصه من الملح، ربع كاس من زيت النباتيه قياس بكاس العنبه، نصف الى كاس لارب من السكر كلاسي او السكر الثقيل ما يعادل 100 الى 120 غرام بالوزن، ملعقه من الحليب بودره، ملعقه من مايزينا، كيس من سكر فانيلا ودقيق حسب الخليط، كيمشي لنا ما بين 450 550 غرام على حسب النوع ديال الدقيق. انا كنستعمل هذا النوع ديال دقيق الحلويات. اذا ساعيد 125 غرام من الزبده، بيضه واحده، قبصه ملح، ربع كاس بقياس كاس العنبه من الزيت النباتيه، 100 الى 120 غرام من السكر الثقيل، كيس من سكر فانيلا، ملعقه من المايزينا، ملعقه من الحليب بودره والدقيق حسب الخليط. ممكن انكم تعوضوا ملعقه ديال الحليب بودره، ملعقه ديال اللوز بودره، وملعقه ديال الكاكاو بودره، وملعقه ديال الكوك، كيبقى لكم الاختيار. انما انا العجينه الرئيسيه والاساسيه كتبقى هي هذه. هاد هما المقادير، ندوزوا على بركه الله لطريقه التحضير. اذا على بركه الله كيف ما كتشوفوا معايا دابا غادي نبدا ناخذ الزبده ديالي اللي قلت لكم ناخذ 125 غرام. سو غادي نقطع، دونك هذا هي لاموتي، انا غناخذ الربع بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، وخصها ضروري جدا انها تكون بدرجه حراره المطبخ باش يسهل علينا العمل كيف كتشوفوا بهذا الشكل. هذا غادي نهبطها كلها هي بهذا الشكل كيف كتشوفوا، صافي كنزل الزبده كلها اللي عندي 125 غرام، ثم كنضيف عليها السكر الثقيل بهذا الشكل هذا، كنضيف عليها سكر فاني، وكنبدا نخدمها حتى كنحصل على عجينه مرمله. بسم الله كيف كتشوفوا معايا، كنتمنى الرؤيه تكون واضحه. انا خلطتهم دابا حتى ولاو كوم بوماد. غادي نضيف الزيت 4 كاس، ومهم جدا انكم تتبعوا هذه المراحل كيف كنقول لكم عليها باش كيخرج لكم السابلي ديالكم ناجح 100%. دونك فوالا كنخدم مزيان هاد الزبده السكر والزيت، كنخدمهم حتى كيتجانسوا مع بعضهم البعض، نحاول نجمع داكشي اللي عندي في الجناب بحال هكا، ما كيبقى يبان لي لا حبيبات لا حتى شي حاجه، كتولي عندي العجينه متجانسه. في هذا الاثناء غادي نضيف البيضه ديالي كلها، وغادي نضيف معها حتى قبصه ديال الملح. بسم الله على بركه الله. فإلا تبعتوا هذه المراحل كونوا اكيدين على ان العجينه ديال الصابلي غادي تجي ناجحه 100%، ما غاديش تقلص لكم ملي تبغيو طيبوها بالعكس. ومن طبيعه الحال هذه العجينه ديال الصابلي كتكون هي لاباز ديال بزاف ديال الاشكال اللي ممكن نخرجوا منها، يعني تيبقى لنا ديك الساعه الاختيار التام في الاشكال. قد ما بغينا نوعو كنوعو، كنزوقو بالشوكولات، بالكراميل، بالكوك،
لنا كامل الاختيار. دابا غادي نضيف معلقه ديال مايزينا ومعلقه ديال حليب بودره. على فكره كيف ما شفتوا معايا ما كيحتاجش انني ندير الخميره ديال الحلوه، لان اصلا كتجي هشيشه، دونك ما كنديرش فيها انايا خميره الحلوه. نتوما الا حبيتو ممكن انكم تضيفوا فيها واحد شويه. فوالا، دونك انا خلطت المسائل كلها. دابا خديت هنايا عندي 400 غرام ديال الدقيق، غنبدا نضيف بشويه بشويه وغادي نشوف. هاد الدقيق ديجا راني غربلتو، نضيف كميه بكميه باش تسهل عليا الخدمه. دونك غنحاول كنجمع، ما كندلكوش، حنا كنحاولوا كنجمعوا الصابلي خصوش يبقى يتدلك على عجينه الخبز، اي كنجمعوا وصافي. كيف كتشوفوا معايا كتجي من اروع العجينات او العجائن ديال الصابلي اللي ممكن انكم تصادفوا. كنضيف دقيق، كنستمر في الجميع ديالي، نجمع داكشي اللي في الجوانب ديال القصريه او كسا واحد كيفاش كيسميها هي. ما خصهاش تجي قاصحه، ما خصهاش تجي لينا عاوتاني بزاف. دونك بين وبين، وهذا حبيباتي هو الشكل النهائي للعجين الصابلي ديالنا، من اروع ما يمكن تقديمه، رائع جدا، صالح لجميع انواع الحلويات. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. انا شخصيا كنحتفظ به 24 ساعه عاد كنبدا العمل به، كنخرج منه العديد من الاشكال، كنقسمو على زوج او على اربعه باش يسهل عليا الخدمه، وكنطلقو بالمطلق او بالمدلك ما بين جوج ديال البلاستيكي غذائي او جوج ديال الورق او فيلم اليمونتير، وكنطلق وكنشكل بالطوابع اللي عندي، كيبقاو الاشكال على حسب الاختيار. مهم انها نتيجه رائعه، كنضغط بصبعي هكا كنعرف على ان راه العجينه ديالي ولات جاهزه، والقوام ديال الطحين هو هذاك. انا خدات ليا 470 غرام بالضبط ديال الطحين اللي دخلت مع الزبده ديالي. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، والا جربتوه ما تنساوش كيف العاده تخليو لنا لايك لو بوس للقناه، تشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما شاركتوش بالضغط على المربع الاحمر صابوني سبسكرايب، على وعد بتقديم العديد من الاشكال الحلويات للعيد القادم باذن الله. وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم تبارجيو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتكبر العائلة تهم الفائدة. سعدت وسأسعد دائما دائما بلقائكم. وعفوا قبل ما ننسى، قبل ما تدخلوها للثلاجة غادي تغطيوها بالفيلم انيمونتير بهذا الشكل هذا باش ما تقروش لينا الطبقة الفوقانية، وبطبيعة الحال كتخليوها الا كنتو مزروبين بها على الاقل واحد ساعتين في الثلاجة. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تجربوا الوصفة ديال اليوم، والى الملتقى.